روحك أمانة، البس الكمامة عشان أولادك الصغار، إلزم نفسك بالدار عشان رضا الوالدين، عقم الإيدين عشان أصحابك الحلوين، ابعد عنهم مترين عشان الكل مسؤول، الوقاية أفضل الحلول. اسمع من الحكومة الكلمة لين ما تمر هالأزمة. هذه الرسالة برعاية كنار تي في، صوت العرب من كندا. مرحبا، أهلا وسهلا فيكم، سلام بالجميع في حلقة جديدة من حلقات جمال الصحة. هذا البرنامج اللي بنستضيف فيه خبراء وبروفيسورات ودكاترة بتكلموا عن أمور تهتم بصحة المواطن، وخاصة اللي احنا بنحبه في قناة تي في صوت العرب من كندا. هذا البرنامج دائما بيجيكم كل أسبوع، بنجيب لكم معلومات بتهم الجميع وأشياء، وخاصة الأمراض اللي أكثر انتشاراً وفي ناس كتير عرضة لها. اليوم معنا وليس للمرة الأولى صديقنا الدائم البروفيسور الدكتور بلال غزال. أهلا وسهلا دكتور. أهلا وسهلا حبيبي. أهلا وسهلا دكتور جمال، كيف حالك؟ حبيبي بروفيسور بلال غزال هو استشاري جراحة أمراض جراحة القلب، وأيضاً عضو لعدد كبير من الجمعيات العالمية لأمراض وجراحة القلب. طبعاً نحن نفتخر بوجوده صديق وعزيز وضيف دائم على هذه القناة التي أحبته كما هو يحبها. أهلا وسهلا فيك مرة ثانية دكتور. أنا عارف أنت يعني إحنا الجو عندنا برد والدنيا ليل وعندك الدنيا نهار، فهذا فرق الوقت، ولكن أشكرك جدا على إعطائنا هذه الفرصة أنك تكون ضيفنا اليوم. جاهز دائما، أهلا وسهلا، بتشرف فيكم دائما دكتور جمال في قناتكم المباركة، بارك الله لكم. الله يحفظك دكتور. اليوم عندنا السؤال أو برنامجنا يتكلم عن علاقة وارتباط القلب بمرض السكر والكل وزيادة الكوليسترول في جسم الإنسان، وهذا الأمر مهم جدا، فإذا بتعطينا بس طبعا الحلقه الماضيه اللي هو امراض او مرض ضغط الدم، بدنا نكمل عشان نوصل مع بعض في النهايه ليش بتصير جراحه القلب. طبعا كما اتفقنا، فالحلقه لامراض الضغط والحلقه اللي فاتت بدنا نكمل علاقه وارتباط القلب بالسكر والكوليسترول. يعني هي عباره عن سلسله دكتور، حابب هو يقدمها لجميع المشاهدين عشان ينتبهوا لصحة القلب لديهم. زي ما حكى الدكتور، بدأنا في حلقة ماضية موجودة على اليوتيوب تبع القناة، ممكن تحضروها اللي هو كنار تي في لايف، تكلم فيها عن أمراض ضغط الدم وارتفاع ضغط الدم وتأثيرها على القلب. الآن بنتكلم عن مرض الكوليسترول والسكر، وإن شاء الله قريباً هنتكلم عن موضوع جراحة القلب، شو بيصير مع المريض وكيف هذا. أنا بتمنى الدكتور يعطينا موعد إن شاء الله، يكون أنا عارف هو بيزي كتير الآن في شغلات جديدة في حياته، لكن أتمنى له كل الخير يا رب.
شكرا كثير. المرة الجاية إن شاء الله حيكون الإشي لايف وممتع لقناتكم إن شاء الله، وحنخص قناتك بإذن الله. هذا شرف نتشرف فيه. طيب دكتور، خلينا نتكلم عن السكري، إيش هو مستوى السكر الطبيعي في جسم الإنسان؟ احنا في البداية بدنا نتكلم انه من اكثر المشاكل الشائعة في العالم والتي يزداد انتشارها على جميع المستويات، حيث يشهد العالم ارتفاع كبير بنسبة المصابين بأمراض القلب والشرايين بسبب ارتفاع السكر والكوليسترول في الدم. وجميع الأبحاث والمؤشرات طبعا بتفيد بعلاقتهم وارتباطهم ارتباط وثيق، للأسف مضاعفاتهم بتزيد بوتيرة خطيرة خصوصا في منطقة الشرق الأوسط، طبعا بسبب نمط الحياة اللي هو والعيش اللي بيختلف عن الدول الأخرى. عشان هيك بدنا نتحدث عن أو نخص كل منهم على حدة الآن بتفصيل مبسط للناس، ومن بعدها حتى نوصل مع بعض إيش هو يعني مفهوم العلاقة بينهما، وإيش كيف صارت العلاقة بينهم، وليش هم مرتبطين ببعض ارتباط وثيق. طيب السكر في الدم، مرض السكر مفهوم لمجموعة من الأمراض التي تؤثر على كيفية استخدام الجسم للسكر في الدم، وهو سبب في ارتفاع معدل الوفيات المبكرة في البلدان مرتفعة الدخل أكثر من غيرها. تصبح مريض سكر عندما يصبح الجسم لديه مقاومة لهرمون الأنسولين ولا يسمح للسكر بالدخول لخلايا الجسم لاستعمالها في الحرق اليومي، ويبدأ مرض السكر عندما لا يستطيع الجسم أن يحرق السكريات حرق كامل، فتبقى السكريات في الدم ولا يتم حرقها، ويعني ويحدث مرض السكر عندما يعجز البنكرياس عن إنتاج الأنسولين بكمية كافية، وعندما يعجز الجسم عن الاستخدام الفعال للأنسولين. يعني باختصار هو خلل في التمثيل الغذائي للنشويات والدهون نتيجة نقص نسبي وحقيقي للأنسولين. ولكي نفهم أكثر، الأنسولين هرمون ينظم مستوى السكر في الدم، بيفرزه البنكرياس ويتم نقله حتى يسمح للسكر بالدخول لخلايا الجسم. وببساطة جميعنا يعلم أن الجلوكوز مصدر للطاقة في الجسم، والكبد يخزن الجلوكوز وبكونه أيضا. عند الامتناع عن الأكل لفترة زمنية طويلة ينخفض نسبة الجلوكوز في الجسم، وهنا يعمل الكبد على التعويض أو على تفتيت الجلوكوجين إلى جلوكوز لكي يحافظ على مستوى الجلوكوز طبيعي في الجسم. عند أكل السكر يتحول في الدم إلى جلوكوز، والجلوكوز يستخدم الجسم للطاقة، ومريض السكر جسمه لا يستطيع أن يستخدم ويستفيد من الجلوكوز. والكبد إذ لا يوجد هناك أي مشكلة أو خلل فيه، يقوم هو نفسه بصناعة السكر وينقل السكر إلى الدم. يعني اللي بدنا نقوله إنه بعد صيام يومين بينقص السكر طبيعي في جسم الإنسان، والكبد هو نفسه بيروح بيوفر هذا الإشي وبيعدل مستوى السكر في جسم البني آدم. يعني بكل هذا بنقول إنه مرض السكر متلازمة تتصف باضطراب وارتفاع تركيز السكر في الدم الناجم عن نقص هرمون الأنسولين وانخفاض حساسية الأنسجة أو كلاهما معا. والأنسولين طبعا هو اللي بيرفع أو بيكثر الدهون في الجسم. الأنسولين عندما ينخفض السكر في الدم وينخفض إفراز البنكرياس. هذا باختصار إيش السكر وإيش مفهوم السكر في الدم. إذن في علاقة وطيدة بين الدهون كمان والسكر. نعم، ما هذا اللي بدنا نوصل له. إحنا الآن حنوصل له يعني كل حلقاتنا هذه حنلخصها في سطر واحد للجميع. مستوى السكر الطبيعي، حضرتك سأل إيش مستوى السكر الطبيعي في جسم الإنسان، كثير من الناس بتسأل هذا السؤال. عشان نتمكن إني نقدر أو عشان نقدر نجاوب على هذا السؤال، في عندي سؤالين لازم أكون عارفهم. هل أنت صائم أو أنت فاطر أو أنت ماكل أو مش ماكل؟ لو صايم
عن الأكل ولم يدخل بطنك أو جوفك أي شيء لمدة 8 ساعات، هنا مستوى السكر الطبيعي لازم ولا بد أنه يكون 70%. أما لو كنت فاطر عليك قياس السكر بعد ساعتين من أكلك أو شربك، ولازم يكون الطبيعي أقل من 140. يعني لو صايم وجدته من 100 ل 125، ولو فاطر وجدته من 140 ل 200، فأنت ليس مريض سكر ولكن أنت في مرحلة ما قبل السكر، وعليك الوقاية والمحافظة حتى لا تصاب بمرض السكر نفسه، وممكن أن تعود لمستوى الطبيعي إذا حافظت على معدل السكر في جسمك. ممكن. نعم. منتبه، عندما يصاب الإنسان بما يسمى ما قبل السكر، هنا بيكون 50% من خلايا بيتا انتهت تقريبا، وعندما يصاب بالسكري فقط 35% من خلايا بيتا تعمل فقط. هنا واضح. هذا هو المستوى الطبيعي لمرض السكر. وكيف أنا بس بدي أضيف معلومة، إنه الدكتور حكى على مستوى السكر، في طريقتين لقياس السكر، في واحدة بالميلي جرام لكل ديسيليمتر اللي هي تقاس في معظم الدول العربية والدول آسيا اللي حكى عنها، بتكون 100 120 140 160، وإحنا في نورث أمريكا بنقيس ميلي مول للليتر، اللي هي تقريبا الافرج المتوسط بكون اراوند 5.6، يعني 5.6 ماكسيموم بتكون 6.5 وانت مفطر. فهي بس عشان طبعا انا بدي احكي شغله دكتور، احنا اليوم نتكلم عن موضوعين يعتبروا من اكثر 5 امراض انتشارا في العالم، السكر والكوليسترول بعد امراض تسوس الاسنان والحساسيه، يعني من اكثر 5 امراض انتشارا في العالم، وهذا يعني بهم جميع المشاهدين اكيد حوالين طيب دكتور، انت حكيت لنا شويه عن السكر، لو تبدانا بموضوع المراحل لمرضى السكر. هي مرحله، يعني مراحل ما قبل السكر، يعني ما قبل 100 طبيعي، طبعا ما قبل 100 طبيعي اللي هو الفحص التراكمي، احنا مهم عندي الفحص التراكمي الطبيعي يكون 5.7، و110 ل 125 اللي هو ما قبل السكري 5.7 ل 6.4، هذه مرحله ما قبل السكر. اما اعلى من 6.5 تعتبر مريض سكر. تمام. يعني الان لو بدنا نعرج بنحكي عن مرحله ما قبل السكر، مرحله مهمه جدا اللي هي مقاومه الانسولين. مقاومه الانسولين طبعا تبدا منذ الصغر، حالة يحدث فيها زيادة في إفراز الأنسولين من البنكرياس، ولكن في نفس الوقت يوجد مقاومة للأنسولين من المستقبلات الموجودة في خلايا الجسم. تمام؟ فلا يستطيع الأنسولين أن يقوم بوظيفته الطبيعية بسبب وجود السكريات بكميات كبيرة. مقاومة الأنسولين هي مرحلة ما قبل السكر والإصابة بمرض السكر النوع الثاني. هنا أو هناك تحليل مهم لكل إنسان، تحليل بيعرفني ايش، يعني مهم لمعرفة مقاومة السكر، اللي هو الهومو اي ار، مؤشر مقاومة الانسولين. السمنة بيكون فيها كل شيء مرتفع، الضغط والكوليسترول والدهون علامات السكر، لو العلامات انه طلب السكر بيصير كتير، الانسان بيصير يطلب سكر كتير. هذا هو باختصار مراحل مرض السكر في الدم. واضح. طب في انواع للسكر دكتور، لو تشرح لنا اياهم. النوع الاول، طبعا النوع الاول او انواع السكر، اللي هو النوع الاول اللي هو بيصيب 10% من مرضى السكر، وبيصيب الاطفال وبيعتمد على الانسولين كليا. سكر الاطفال طبعا بيسبب الجهاز المناعي، وطبعا النحيف نقدر نميزه، النحيف يميز النوع الاول، هو مرض مناعي جهاز المناعه يشكك أو يشك بأنه البنكرياس أو بالبنكرياس بأنه جسم غريب عن الجسم نفسه، بيبدأ طبعا بمحاربته وبيؤدي هنا إلى عدم إنتاج الأنسولين في جسم المريض، وهذا يؤدي للإصابة بالنوع الأول. طبعا لا تلعب التغذية ولا يلعب الحركة والدور في هذا المرض. 95% من المصابين بيحتاجوا لأنسولين طول عمرهم،
وعندهم أعراض معروفة، عطش وتبول لا إرادي ونقص، ولكن في النهاية لما درسوا هذا الموضوع الأول قالوا إنه الرضاعة الطبيعية تزود الأطفال بفيتامين د وب، وهنا يقلل من فرص الإصابة بمرض السكر. وطبعا فرنسا صنعت مضخة أنسولين داخل الجسم لهدول الأطفال أو للناس هذه اللي أصيبها بالنوع الأول. أما النوع الثاني هو المشكلة، اللي هو 55% من مرضى السكر ويصيب البالغين وكبار السن، و20% من كبار السن وأصحاب الوزن الزائد. المريض اللي بدي أقوله هنا إنه المريض صاحب الوزن الزائد لا يمكن أن يكون نوع أول، ولأنه النوع الأول لا يوجد لديها أنسولين أصلاً، فالمسؤول عن لأنه المسؤول عن الوزن الزائد هو الأنسولين، وهذا يعتبر النوع الثاني. أما النوع الثالث اللي هو سكر الحمل، وهو نادر طبعاً الحدوث وبيحصلش في يعني كثير من الأوقات يعني. نعم. طب إيش المشاكل اللي بيأثر فيها السكر على الجسد؟ يعني أوكي، مع 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 في شخص معاه مرض سكري، شو العواقب أو اللي ممكن يتغير فيها الجسم؟ شو المشاكل اللي بتصير في الجسم؟ مشاكل مرضى السكر بشكل عام. مرض السكر ممكن أن يكون رفيق دربك، وممكن أن يكون عدوك اللدود أو عدو غدر. لا يوجد منظم، لا يوجد المشكلة، لا يوجد منظم للشخص المريض بالسكر ليتم التحكم بمستوى السكر في جسمه، لهذا فهو نفسه المنظم الذي يتحكم بمستوى السكر في جسمه. المشكلة التذبذبات الحادة هي الخطر الأساسي اللي بيصيب هذا الإنسان مريض السكر، إنه أكبر مشكلة تصيب مرضى السكر هو التذبذبات، وفي ارتفاع وانخفاض، يعني بيعلو كتير وبينزل كتير. يعني لو كان مرتفع بنسبة واحدة لا يسبب هذا مشكلة، ولكن المشكلة في الارتفاع والهبوط المفاجئ للسكر، هذا هي المشكلة، وهذه المشكلة اللي بتصيب السكر أكثر شيء أو مرضى السكر. وطبعا له مشاكل، طبعا السكر انخفاضه هنا في سؤال مهم، انخفاضه أخطر بكثير من ارتفاعه. يعني كيف؟ الطاقة اللازمة لجسم الإنسان وللحصول على الطاقة تحصل من ثلاث مصادر: الدهون والبروتينات والسكريات. أول شيء يستخدم الجسم هو السكريات، ويعتبر الطريقة الأولى للحصول على الطاقة ويعطيها الأولوية. إذا نزل السكر عن المستوى الطبيعي أي أقل من 70 ل 110، فهذا يؤدي إلى انخفاض في السكر، وطبعا هنا تحدث أعراض أقل من 50، طبعا أقل من 50، وتحدث تفاوتات من شخص لآخر. طبعا بيصير تعب ووهن وعرق ومشاكل يعني كثيرة في ليش بتعرقوا لما بصير انخفاض في السكر دكتور؟ الجلوكوز عادة هو اللي بيمسك المية أو بيسحب المية. لما بيفقد الجسم الجلوكوز وعدم وجود جلوكوز لا يتم حفظ الماء، فيتم تصريفه عن طريق العرق. في حالة انخفاض السكر بيزيد الأدرينالين وبتزيد دقات القلب وبتزيد التنفس عند البني آدم، التنفس بيصير زايد. الحل الوحيد لمشكلة انخفاض السكر هو إعطاء كمية مناسبة من السكر أو معينة من السكر. الانخفاض أخطر بكتير من الارتفاع، كمان بسبب مهم إنه بيؤدي إلى موت الخلايا في جسم البني آدم. هذه هي كمان مشكلة انخفاض السكر. هناك ثلاث أسباب مهمة ومتعلقة بانخفاض السكر. أولها إما إنك أخذت كمية كبيرة من الأنسولين أكثر من اللازم، أو إنك أخذت كمية أنسولين وتأخرت في الأكل، أو إنك ما أكلتش سكر فترة طويلة، هذا بيعمل كل المشاكل هذه. نعم. وطبعا الدماغ دكتور، الدماغ يعني يتغذى على السكر، فعند انخفاض الأنسولين المخ اللي بدي أقوله هنا، جميع خلايا الجسم تعتمد على الأنسولين لدخول الجلوكوز لداخل الخلية لينتج الطاقة ما عدا المخ. لو المخ يا دكتور، لو المخ اعتمد على الأنسولين كان الإنسان من أول حدوث المرض جاءته غيبوبة ومات. شوف سبحان الله، يعني سبحان الله، أعلى أنسجة
تستهلك الجلوكوز المخ. بس لو كان المخ معتمد على الأنسولين، لو كان معتمد على الأنسولين لن يستطيع أن يدخل الجلوكوز لخلايا المخ، وسيصاب بغيبوبة وسيموت في اللحظة، لأنه حتموت الخلايا فورا. فهذا من لطف الله فينا يعني. سبحان الله سبحان الله. وطبعا كل الأنسجة بتعتمد على السكر، ولكن اعتماد المخ يعني يختلف اختلاف شديد عن باقي الأنسجة، سبحان الله. طيب دكتور، في سؤال بنسأل الآن، بقول لك هل مرض السكر وراثي أم هو فقط بسبب العادات السيئة اللي بنعيشها؟ مرض السكر مرض لا يأتي بالصدفة، وكثير من الناس بيقول إنه مرض السكر وراثي، وفي الحقيقة هناك جينات وراثية، نعم صحيح. هناك مؤثرات على الكروموسومات، نعم صحيح. هناك أشخاص عندهم قابلية أكثر من غيرهم، هم اللي عند أهليهم وراثة والناس اللي تبعهم فيه وراثة، نعم صحيح. ولكن مرض السكر ليس مرضا وراثيا. السكر يحدث بأسباب وليس بالصدفة. السكر ليس له علاج، ولكن يتم ضبطه وممكن أن تتعايش معه بنظام غذائي صحيح. يعني الإنسان اللي في عيلته أو عنده أمه أو أبوه أو في جيناته الوراثية موجود في حدا في عائلته عنده سكر، المفروض من هو في عمر الشباب أو من عمر الطفولة عارف أنه هو قد يكون عرضة لمرض السكر، يعمل ريجيم معين ويعمل دايت معين في حياته عشان يحمي نفسه ويقي نفسه أنه يصاب بمرض السكر. هذا بالفحص الدوري، بفحص ما قبل السكر، وهذا سهل جدا للناس اللي بتحافظ على جسمها في أعمار الشباب، فمستحيل أنهم يصابوا بالسكر إذا كانوا محافظين على معدل السكر. الوزن الزايد عرضة لمرض السكر، يستهلك أنسولين، يعني الدهون بدها أنسولين. معادلة الوزن الزائد الكل بيعرفها، الوزن الزائد على نسبة الطول من 10، اللي هو الوزن قسمة الطول بالمتر، اللي هو كمان ضرب الطول بالمتر. إذا أكثر من 35 الناتج تعتبر عندك سمنة، إذا أكثر من 45 تعتبر سمنة مفرطة وقاتلة. فهذا يعني أول إشي الإنسان اللي عنده في وراثته يدير باله على جسمه، يدير باله على الوزن الزائد، يدير باله على سكره، على معدل سكره. واضح، يعني الوزن الزايد والوراثة والعادات السيئة وكل هاي الأشياء ممكن تؤدي إلى مرض السكر. فهو زي ما حكيت دكتور، هو ليس نتيجة يوم، هو عادات لمدة طويلة. طب صحيح. إيش العلامات التحذيرية دكتور، اللي هي بتخلي المريض ينتبه؟ أوكي، it's time to wake up، لازم الآن هناك مرحلة نعم هناك مرحلة يصبح فيها مرض السكر عدو للإنسان، وهو ناتج عن مضاعفات حدثت فعلا للشخص المصاب. يعني الجلد، جلد البني آدم أكثر شيء بيعطينا أدلة على ما يجري داخل أجسامنا. بقعة جلدية داكنة تحت الإبطين، جلد سميك وقاسي، دمامل، طفح جلدي جاف، قرح فراش، تواليل، كلها هذه علامات تحذيرية بتقول لي إنه دير بالك، أنت الآن بدأت أو أنت مصاب الآن بمرض السكر. نعم أوكي. طب في ناس بقول لك أنا بصير عندي تبول كثير وعطش كثير، هل هذه برضو من أحد الأعراض البدائية؟ نعم، هذه من الجفاف وشرب المية كثير، لأنه الجسم بيصرف، ببطل فيه، بصير الجسم يتعرى كثير، فبصير يطلب مية كثير وبصير يطلب سوائل أكثر من اللازم. صحيح؟ نعم نعم. طيب سؤالنا الثاني دكتور، إيش المضاعفات اللي ممكن تصير لمرضى السكر؟ يعني كلنا بنسمع عن كل ما زاد درجة السكر التراكمي زادت المضاعفات. السكر التراكمي احنا اتفقنا انه 5.7. السكر بيسبب التهاب، والبكتيريا بتحب اكل السكر
وهنا تلتهم كمية من السكر في الجسم وبتدمر الخلايا. لهذا يعاني مرضى السكر من تضرر في الأعصاب ومشاكل في الرؤية والتهابات ومرض في القلب مفاجئ أو في قلب القلب التاجي. اعتلال شبكية العين وعدم الإحساس، هذه أكبر مشكلة بتصيب مرضى السكر، إنه يبطل يصير في التهاب في الأعصاب الطرفية، ببطل في عندهم حس، يصير يتصاوب أو ينضرب أو ينخبط، بيحسش على حاله إلا لما يعني تقع الواقع. عدم الإحساس هذه أكبر مشكلة، إصابة القلب والشرايين من المشاكل الكبيرة، الدماغ وجلطاته والنزيف اللي بتصيب الدماغ برضو بسبب تصلب الشرايين هذه الصغيرة في المخ، وبعدين بتعمل نزيف في المخ. إصابة الكلى ممكن يوصل الإنسان إلى فشل في الكلى كمان، مشاكل في كل الأعضاء. أكبر مشكلة تصيب مرضى السكر اللي هي القدم السكري، يؤثر طبعا كمان تأثير كبير على الجنس، يعتبر أحد المضاعفات مرض السكر اللي تصيب الأوعية الدموية الصغيرة والكبيرة وتؤدي إلى مشاكل في كل أجزاء الجسم. وهذا جميعها يعتمد على مدى ضبط السكر في الجسم في مراحل متأخرة وبسبب ضعف كامل. إذا يعني تقريبا بأثر على كل أعضاء الجسم التغير في هذا السكر. نعم. والمشكلة الكبرى اللي احنا حنوصل لها اللي هي أمراض القلب اللي هي بتصير كثير عند مرضى السكر. طيب دكتور، نعم، الدخان، هذا الدخان والأرجيلة، إيش رأيك فيهم وما علاقتهم بمرضى السكر؟ التدخين سبب رئيسي في رفع نسبة السكر في الدم والإصابة بمرض السكر. المدخنين أكثر عرضة من غير المدخنين بالإصابة، يزيد خطر الإصابة بمرض السكر مع كل زيادة عدد في السجائر أنت بتدخنها كل يوم. ارتفاع السكر بالدم بيرتبط ارتباط مباشر بالتدخين، وبعد كل سيجارة بتدخنها بنصف ساعة يرتفع مستوى السكر ونسبة السكر في الدم. في يعني من أكثر مسببات مشاكل القلب والكوليسترول والسكر هو التدخين. يعني له علاقة وطيدة جدا. اللي بدي أقوله طبعا التدخين له علاقة، ممكن يسرع كمان في عملية أنك أنت تمرض بالسكر. اللي بدي أقوله حتى ننتقل انتقال على شيء مهم، الأنسولين يكثر أو يكثر الدهون في الجسم، ونظرا لأن الدهون لا تختلط بالماء يستخدم الجسم جسيمات أو ناقلات. ومع الأسف جميع الناس تراقب السكر في الدم فقط وتترك الكوليسترول، علما بأن إذا الكوليسترول عالي والضغط عالي لا يمكن بل مستحيل أن يعدل السكر في الدم حتى بالأدوية وبحقن الأنسولين. واو. يعني لو أنا إجيت وحاولت أني أنا يعني نسيت إشي اسمه ضغط ونسيت إشي اسمه كوليسترول، بس قعدت أفحص السكر وأعطيه أنسولين وأعطيه حقن وأعطيه حبوب، إذا ضغطي عالي وإذا كوليسترولي عالي مستحيل بل لا يمكن إنك تعدل السكر في الدم. عشان هيك إحنا مضطرين الآن ننتقل لشيء مهم ونعرف الناس عليه، اسمه الكوليسترول. ما هو الكوليسترول؟ هذا هو السؤال اللي الآن أنا بدي، أو هذا هو الموضوع اللي بدي الآن يوازي السكر، عشان أنا بعدها أحكي إيش هدول الاثنين مع ضغط الدم بيعملوا مشاكل للقلب. إذا السكر بيؤدي أيضا إلى مشاكل في الكوليسترول، والكوليسترول بيؤدي مشاكل للسكري، وهم اثنين علاقة الآن سيدي بدنا نحكي عن الكوليسترول حتى نصل إيش الارتباط الوثيق اللي بيربطهم في بعض. تفضل يا دكتور، شو هو الكوليسترول؟ الكوليسترول مركب كيميائي يدخل في صناعة أجزاء من الخلية، هو مهم جدا لجسم الإنسان، ويترسب على الشرايين وخلايا الجسم كلها مصنوعة من الكوليسترول، وهذا جزء وهو حتى جزء من بنية الغشاء المحيط بالخلية،
وهو الذي يسمح بدخول وخروج العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن والجلوكوز. هنا كمان ارتبط هنا بالسكر والجلوكوز. معظم الكوليسترول تنتجه خلايا الجسم، أي مصدر الجسم نفسه، ولا يأتي من الغذاء كما يعتقد الجميع أو يعتقد ناس كثير. وتناول مزيد من الكوليسترول يجعل إنتاج الكوليسترول في الجسم أقل، والعكس، تناول أقل من الكوليسترول يجعل إنتاج الكوليسترول في الجسم أكثر. هذا تعريف الكوليسترول. عيدها. معظم يعني 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 تناول مزيد من الكوليسترول يجعل إنتاج الكوليسترول في الجسم أقل، والعكس تماما، تناول أقل من الكوليسترول يجعل إنتاج الكوليسترول في الجسم أكبر أو أكثر. سبحان الله. يعني كل ما أنت قللت أكل الكوليسترول والأشياء اللي فيها كوليسترول، جسمك بيعطيك أكثر، جسم بينتجها. والآن الآن بدنا نوصل لا لا لسبب ارتباطهم. تفضل دكتور. طبعا يعني هذا الكوليسترول يمكن مشكلته الكبرى لما بيزيد بيصير يترسب بال الأوعية الدموية. هلسه شوية لقدام حنحكي. طيب هلا حنحكي لما احنا بدنا نحكي عن انواعه. الكوليسترول نوعين، صحيح، اما ال LDL واما ال HDL. هلا لو سألتك انا دكتور قل لي انواع الكوليسترول ايش بتقول لي نوعهم؟ سيبني بالعامية ايش بيقولوا الناس؟ الناس بقول لك الكوليسترول الكويس والكوليسترول السيء. ممتاز، امسك هذا السؤال عندك. ال LDL هو بروتين دهني منخفض الكثافة ينطلق من الكبد إلى الجهاز الوعائي ثم إلى الخلايا من الكبد إلى الجسم كله، تمام؟ وال HDL ال HDL هو بروتين دهني مرتفع الكثافة مساره معاكس، إذ ينطلق من الجهاز الوعائي عائد إلى الكبد حيث يعاد تصنيعه أو يتخلص منه، تمام؟ بيعمل هدول النوعين من البروتين معا باستمرار وينتقل الكوليسترول بينهما ذهابا وإيابا، بالإضافة لنقلهما أيضا الدهون الثلاثية وهي دهون الدم. وهما فعليا هم فعليا ليس كوليسترول، هم يعتبرا ناقلات للكوليسترول، وارتفاعهم ليس له أعراض. ونسبة الكوليسترول تقاس وتكتشف فقط بالفحص بتحليل الدم، ونسبة قليلة يصاب بارتفاع الكوليسترول بسبب وراثي، نسبة قليلة جدا. طيب نيجي نسأل الآن سؤال، وهذا أهم سؤال كل الناس بتسأل. طب ما دام الجسم بيصنع الكوليسترول، الله أكبر الله أعظم، طيب ليش أجسامنا تنتج الكوليسترول السيء زي ما أنت حكيت يا دكتور جمال؟ أنت قلت لي الكوليسترول نوعين، نافع وسيء. طب ليش جسمنا بيعمل كوليسترول سيء؟ مظبوط؟ طيب صحيح. يخطئ خطأ فادح من يسمي الـ LDL بالكوليسترول السيء. حتى نفهم أكثر، الحمض الأميني الهيموسيستين مادة كيميائية يستخدمها الجسم كمضاد لمشاكل الأوعية الداخلية، وزيادته يسبب بسبب تراكمه داخل الشرايين وانسدادها. يعني لما بيزيد بسبب انسداد داخل الشرايين وبسدها. طيب يبطن الطبقة الداخلية أو يبطن الطبقة الداخلية للأوعية الدموية المصابة كل ما كان يقصده. شوفها، كل ما كان يقصده. ال LDL هو ترميم الإصابة في البطانة الداخلية للشرايين التي تسبب فيها السكر والضغط، ووضع كمامة أو وضع ضمادة فوقها فتجمع، ومع الوقت بسبب الضغط تحرك من مكانه وطار وسبب نوبات قلبية وسكتات دماغية مميتة، ولكن لم يكن يقصد. يعني بالعامية يا دكتور، بالعامية، السكر
عندما يجري، عندما يرتفع السكر في أجسامنا بيصير عامل زي الشفرة، شايف الشفرة؟ زي الشفرة تماما، بيجي على البطانة الداخلية تبعت الأوعية الدموية وبيجرحها. لما بيجرحها العقل تبع البني آدم بيعتقد إنه هذا البطانة الداخلية أصيبت بحادث أو بمشكلة، فإيش بيعمل؟ بيبعت أوتوماتيكيا هذا الـ LDL، بيبعته عشان يسكر هذا الجرح أو يعمل له ضمادة. تمام؟ لما بيعمل لي زي الضمادة الداخلية، كل مرة بيصير في جرح بيعمل ضمادة وراها ضمادة وراها ضمادة، بتجمع. لما بيجي ضغط مرتفع بيضرب هذه الضمادة بتطير، بتسكر شريان من شراييننا، تعمل لنا نوبات في القلب أو بيوصل للقلب أو بيوصل للمخ. هو في الحقيقة أنا بعتبره أو بعتبره ناقل للكوليسترول المظلوم، أنا بعتبره مظلوم يعني، لأنه كل الناس تقول عنه سيء، هو في الحقيقة مش سيء، هو رايح يحل لنا مشكلة وجدت داخلنا بسببنا، ولكن إحنا في النهاية قلنا عنه إنه سيء. تمام، وصلت المعلومة دكتور؟ وصلت. علاقة كتير يعني السكر، الكوليسترول، الضغط، بعديها طبعا اجت امراض القلب والشرايين وامراض الان ما انا قلت لك لو ارتفع الكوليسترول وارتفع الضغط لن يضبط السكر ابدا. الكوليسترول اللي هو انت بتحكي عنه النافع والضار او ال LDL وال HDL، حين الفحص فان الاختبار لن يميز بينهما. ايش اللي بيميز بينهم؟ الدهون الثلاثية هي التي تصنع الفارق. إذا كانت مرتفعة الدهون الثلاثية ونسبة الـ HDL منخفضة فغالباً الـ LDL في جسمك أكثر، وإذا كانت منخفضة الدهون الثلاثية ونسبة الـ HDL مرتفعة فغالباً الـ HDL في جسمك أكثر. يعني اللي بدي أقوله إنه كمان الدهون الثلاثية اللي هو الزيادة في الوزن تعمل برضو الفارق ما بين الكوليسترول الـ LDL والـ HDL، والسكر برضو ارتبط معهم ارتباط وثيق. ليش؟ لأنه لولا السكر في الدم وتجريح السكر للأوعية الدموية وبطانة الأوعية الدموية الداخلية كان الكوليسترول ما راحش يجري عشان يعمل ضمادة للبطانة الداخلية للأوعية الدموية، مظبوط؟ ولولا هذول الاثنين ما ارتفعش ضغط الدم والدهون الثلاثية وضغط على هذه البطانة أو ضغط على هذه الضمادة وطيرها من مكانها وعمل لنا تسكير في الشريان أو في القلب، صح ولا مش صح؟ صحيح صحيح. إذن هي عبارة عن علاقة وطيدة بين هذول الأمراض. طبعاً الجسم بيصنع الكثير من الكوليسترول، يوفر الكوليسترول يعني يوفر الكوليسترول المادة الخام للأغشية الخلوية ويشكل نصف الخلية. يتمتع بخواص مضادة للأكسدة ومضاد للالتهاب، يعد أساس بناء لفيتامين دال وإنتاج العصارة الصفراوية التي تساعد على تفكيك الدهون واستخراج الفيتامينات المنحلة، يدخل في إنتاج الهرمونات الجنسية، ويستجيب الكوليسترول للأزمات إذ يرتفع عند إصابة الشخص بالعدوى، لأنه بيرتبط أو لأنه يربط ويبطل مفعول السموم البكتيرية. هذا الكوليسترول وهذا السكر. وهنا وصلنا عشان نقول إيش القلب والسكر والكوليسترول علاقتهم في بعض. صحيح. إيش هي العلاقة هاي؟ هل لا يشعر مريض السكر والكوليسترول بالشعور الذي يشعر به الشخص غير المريض بالسكر والكوليسترول؟ أمراض القلب لها علاقة قوية بمرض السكر والكوليسترول. مريض السكر والكوليسترول وخصوصاً النوع الثاني أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب من أي حدا غيره، وارتفاع السكر المتكرر يسبب تصلب الشرايين ويسبب انسداد الشرايين. تصلب الشرايين يبدأ من عمر الطفولة، والمشكلة مش في التصلب يا دكتور، تصلب الشرايين ظاهرة طبيعية، المشكلة سرعة تصلب الشرايين، والسكر والكوليسترول يسرع من تصلب الشرايين. ترتفع نسبة الكوليسترول و30% فقط يتم علاجها ويستجيب للعلاج. الذبحة الصدرية
بسبب السكر والكوليسترول برضو اكبر عرضه عندهم مرتفع من الناس اللي ما عندهمش ارتفاع في السكر والكوليسترول. اكثر امراض القلب خطوره لان المريض لا يشعر باي اعراض، يعني الانسان اللي بيكون عنده سكر وواصل يعني عالي جدا عنده وعنده مشكله في علو الكوليسترول، هذا البني ادم بيصير عنده انجينا وبيصير عنده مشكله في الهارت بيسد الشرايين وبيحسش بالالم لانه الاعصاب عنده فيش فيها احساس واضح، فبيوصل لمراحل متاخره ويا بتلحق يا ما بتلحقش. يعني اكثر امراض القلب خطوره لان المريض لا يشعر باي اعراض ولا يتم اكتشافها الا بعد تدهور الحاله الصحيه. وهنا وهذا يسبب بسبب ان الاعصاب الحسيه المسؤوله عن نقل اشارات الالم والاوجاع من القلب للجهاز العصبي حصل فيها تلف بسبب السكر العالي والكوليسترول. اللي هي تصلب التاجية سببها السكر والكوليسترول. نعم؟ اللي الطريقة اللي حكيتها قبل شوي. نعم، عدم وصول طبيعي للدم والأكسجين للأعضاء الحيوية وهو مرض شرياني يصيب القلب والشرايين وبيحدث بسبب تكون دهون شحمية اللي هي الكوليسترول مع ارتفاع الكوليسترول والسكر في الدم. الكوليسترول والسكر العالي برضه لفترة طويلة وبدون علاج يتلف القلب والشرايين ويؤدي إلى عجز في القلب بل إلى مشكلة يعني يصعب أن يتم حلها في الحياة. فأنا مرة حكيت لك في بداية حلقاتنا القلب إذا ذهب لن يعود إليك أبدا، وهذه أسبابه الضغط والسكر والكوليسترول. واضح. إذا كيف بنحمي الدكتور القلب من السكر العالي أو نسبة ارتفاع السكر؟ يعني في النهاية الهدف يعني أهدافنا هي يعني من حماية الجسم من علو السكر والكوليسترول لمنع يعني حتى نمنع إنه يحدث عندنا جلطة، حتى نمنع ونقلل تلف الشرايين والأوعية، حتى نحافظ على حياة طبيعية بدون مشاكل. يعني عندما يصاب الشخص بمرض السكر والكوليسترول العالي وتصلب الشرايين يشعر فقط بهيجان ولكن لا يشعر بألم، لهذا علينا عمل التالي. إذا أنت عندك سكر أنت بتفحص، تروح تفحص سكر وبتعرف مخزون السكر أو التراكم إلى السكر وبتعرف إن تلاقي عندك هذا كله عالي، على طول لازم تعمل رسم للقلب، على طول لازم تعمل رسم قلب مجهود، على طول لازم تعمل إيكو لرؤية عضلة القلب قديش صارت وكيف صارت، لازم تعمل قسطرة قلبية إذا اتضح أنك عندك مشكلة في عضلة القلب، بدك تعمل مسح دري أو موجات فوق صوتية دوائية عشان نعرف نشوف المنطقة اللي انسدت حية أو ميتة. يعني حتى لو اكتشفنا أنه أنت في عندك مكان في سكيميا أو مكان في عندك مشكلة بدك تعمل مسح دري عشان نعرف العضلة إيش وضعها كيف أمورها إلى أين وصلت. إذا ما زالت حية ممكن التدخل السريع وحلها، أما إذا ميتة وحصل فيها احتشاء وضمور منعالجها بالأدوية، مندير بالنا على أنه ننزل السكر وننزل الضغط وننزل الكوليسترول وساعتها حنعيش حياة طبيعية بدون إن شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. يعني هاي بتصير عند كثير ناس، بصير عندهم خاصه مرضى السكر هيجان وضيق في الصدر، فهذه النصائح المهمه لهم. نعم صحيح. طيب في النهايه دكتور انا حابب اسمع منك نصيحه للجميع، لجميع المشاهدين باللغه العاميه، هيك ايش بتنصحنا احنا كناس بشر عاديين عشان نقي نفسنا من السكر والكوليسترول والضغط وبالتالي امراض القلب؟ أنا نصيحة أخيرة قبل ما ندخل على طبعا كل هذا الكلام اللي الحلقات اللي فاتت حتى نصل لجراحة القلب وإيش هي جراحة القلب وين هي وكيف بتصير. نصيحتي أخيرة حمية صحية متوازنة وتوزيع الغذاء خلال اليوم مهم جدا، خصوصا إذا كان لديك تاريخ عائلي وراثي. الابتعاد عن التوتر، إذا التوتر كان بدرجات عالية ومستمرة ممكن أن يصبح أكبر عامل الخطر في أمراض القلب بسبب ارتفاع
ضغط وارتفاع الدهون، ويصبح الدم في بيئة مناسبة للتجلط، ويصبح درجات عالية وأقرب لأنه يصير عندك مشاكل في القلب. الحركة والرياضة تحرق السكر في العضلات، وبالتالي تخفض معدل السكر في الدم وتخفف الضغط على البنكرياس حتى لا يفرز كمية كبيرة من الأنسولين. وننصح بفحص السكري في حالة لديك مؤشر وراثي أو زيادة في الوزن. يجب أن تحافظ على نفسك من عمر 12 سنة وعمل رياضة من عمر 18 سنة، والمصابون بارتفاع السكر والكوليسترول والضغط لا بديل عن اتباع إرشادات صحية صارمة ليتم ترويضها من خلال عدة مراحل علاجية. الابتعاد عن الشحوم المشبعة والكوليسترول وتجنب تحمض الدم. 50%، في كلمة أخيرة بدي أقول، 50% من أسباب الأمراض في العالم بسبب الأدوية، وتحديداً بسبب صرف الأدوية بدون استشارة المريض، استشارة الطبيب. فاستشيروا أطباءكم وإن شاء الله نرجو السلامة للجميع. كل عام وأنتم بألف خير، إن شاء الله الحلقة القادمة بتكون أفضل. إن شاء الله إن شاء الله الحلقة القادمة حتكون شوية حنرتب لها أكثر، لأنه رح نتكلم عن موضوع جداً مهم اللي هو كان السلسلة هاي عشان نقدر نوصل لما نريده، وهي جراحة القلب والشرايين. طبعا دكتور بلال، بروفيسور بلال، أنا جدا سعيد لوجودك معاي اليوم. إن شاء الله نتمنى لك عام سعيد ولجميع المشاهدين على كنار تي في. يعني لا يسعني ولا ويفرش قلبي دائما رؤية هذه الابتسامة الرائعة على هذه القناة الرائعة. شكرا لك، ونتمنى للجميع السلامة. كل الحب، كل الحب، كل الحب. الله يحفظك. كل الحب دكتورنا، سلام للجميع، كل عام والجميع بخير، وإن شاء الله الأزمة تبعت 2020 مع أنه كان فيها أشياء كتير حلوة وأشياء كتير مرة، ولكن نسأل الله للجميع السلامة. وشكرا كثير على استضافتك، وأنت شرف عظيم لنا أنت وقناتك الكريمة دكتورنا. شكرا. الله يخليك، تصبحون على خير، سلامات.